سعيد. درنا اليوم شوية ديال التريكينغ، طلعنا شوية للجبال باش نزورو القصبة ديال غوندافي. لأنه هو من القيد ديال هاد المنطقة ديال تينمل، واحد المدة طويلة بالتاريخ ما تدخل عنديش، ولكن نبحث عليه. لأنه عندو جوج ديال القصبات، الأولى هي هادي اللي كتشوفو قدامكم اللي جات في القصبة الأولى، بالجبال على خيرات سبحان الله. شجر الزيتون والشجر ديال الكرموس بكثرة سبحان الله. الشجر اللي مذكور في القرآن الكريم شجرتين، التين والزيتون. فإذا به دابا تنتوجد في القصبة الثانية ديال الغوندافي. هنا كان عنده القايد الغوندافي، هنا كاين عنده المقر ديالو، هو هذا. شوف على اطار وايد الغوندافي مازال كاينه، خاصه في مراكش. كنقرا معايا انا واحد الولد، دونك ولدهم كنقرا معايا في الابتدائي في المدرسة نتاع الرهيبات. مع الأسف هذا الشيء خصو يترمم، خصو يترمم، خصو يترمم يا أخي. شوف الطبلان علاش محطوط كلشي، كلشي حجر. شوف هادشي شحال من القرن عندو، والله جميل جدا. منزل ديال التراب هنا ملي من ورا القصبة، واش مسكون ولا مهجور الله أعلم. وها المشكل الكبير ديال الزمان ديالنا هو البني باليهجور مع الأسف. كاين شوية ديال الحجر، ولكن الأغلبية نتاع البنايات الجديدة ما كاين غير السواريت الحديد السيما والياجور، وهادشي ما غاديش مع الجمالية ديال المنطقة. هو من ناحية التكلفة غادي يكون تيتقام كتر، من ناحية التكلفة غادي يكون تيتقام كتر إلا بغا يبنيو بالحجر، يعني ثلاثة وأربعة الأضعاف على الياجور. ولكن الانسان ما تيفكرش في الاجيال القديمه، تيبني انه زربان خصو يبني بالزربه. دونك ملي تيبغي يبني بالزربه تيبني بالياجور، وملي تيدخل الياجور و تيجي الصهد نتاع الصيف تيولي بنادم تيطيب. وشوف جدودنا اش خلاو، ها انت
العود الارز والبني بالحجر. شيء جميل. وحتى التراب سبحان الله العظيم اللي كتدخل ليه، اللي كتدخل التراب وكتعيش فيه، الذات ديالك تترتاح، لان احنا الاصل ديالنا من تراب. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إيه سبحان الله، شي واحد ديال المعيز ديالو هنايا. السلام عليكم ورحمة الله، تبارك الله. بغينا ندخلو غير نزورو هادشي. ما تخافش ما تخافش، آه مر هادشي. خافو شي بس ما كاين. السلام عليكم ورحمة الله. نعيزو زمان وقايل الأطلال. حتى البيبان ما بقاو. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. جميل. شوف الحيط شحال عريض، واحد 60 سنتيم ولا 80 سنتيم فيه. جميل. كانت ضالة هنا أخرى، كانت ضالة أخرى هنا، هنا، شتي الحفاري ديالها فين غادية، النوافذ الفوقانية هي هادي، يعني كان طبق أخر،
الناس كانوا عايشين اخي. دابا تيعطيك بارتمان ديال 60 متر و تيقول لك عيش. ملك ارض الله واسعه. كان المطبخ هنا على ما اظن، والله اعلم. Thank you.